65 كلمة بيس. بيس كلمة مهمة جدا، سوف نتعلم استخدامها ومرادفاتها في دقيقتين فقط. هدفنا حفظ 90% من هذه المعلومات، حوالي 20 كلمة جديدة. لهذا السبب ركز معي جيدا الآن. Get ready, اجهز. Write all the phrases. So you need a notebook and a pencil. تحتاج إلى كراس وقلم للكتابة. Just 2 minutes. فقط دقيقتان. And repeat after me 5 times aloudly. كرر خلفي العبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة حين نشرها. كلمة base تأتي بمعنى قاعدة أو أساس. base base قاعدة، base نقطة المركز أو هدف. base base نأخذ مثال على كلمة base. she left him at the base. she left him at the base. فلنقرأها معا. she left him at the base of the stairs and he ascended alone. She left him at the base. تركته عند أسفل الدرج أو عند قاعدة الدرج. Of the stairs. And he ascended alone. وصعد بمفرده. Ascended صعد. وهو صعد بمفرده. And he ascended صعد alone بمفرده. كما مرت علينا هذه الكلمة في الكلمات السابقة من هذه الباقة المميزة. مرت علينا كلمة alone. She left him at the base of the stairs and he ascended alone. أحسنت. اقرأها الآن بصوت عالي حتى تحفظها بشكل جيد. أما المثال الثاني. She sat down at the base of a tree. She sat down at the base of a tree. جلست عند قاعدة الشجرة أو أسفل الشجرة. She sat down at the base of a tree. She sat down at the base of tree. كررها 5 مرات بصوت عالي حتى تحفظها باللفظ الصحيح بشكل جيد من أول مرة. أما مرادفات كلمة base، لدينا standard قاعدة. Ground أساس. Ground. Outpost نقطة مركز أو نقطة المحور. Outpost. And primary أساسي. Base. Primary, standard, ground, outpost, primary. هذه كلها مرادفات لكلمة base. احفظها بشكل جيد واكتبها أيضا حتى تتقنها. أما الآن حاول أن تستخدم كلمة base في جملة. حاول أن تستخدم كلمة base في جملة. شكرا لك على المتابعة. استمر بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية واشترك في القناة وأشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك حتى تعم الفائدة. شكرا لك وإلى اللقاء.